مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا الى حلقه جديده من حلقات برنامجكم الاجتماعي الانساني تراحم. اتمنى ان تقضوا وقتا كله تراحم مع فقرات هذه الحلقه. ويظل الامل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الامل موجود يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والاحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. سيد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا إلى هذه الفقرة، الفقرة في برنامجكم تراحموا. احنا هنا في الحديدة. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. جينا سألنا هنا على ناس يستحقوا مساعدة، فقالوا لي هذا البيت. يعني كيف تشوف أنت؟ تمام. يستاهلوا تعرفوهم، أسرة تستحق المساعدة وكذا. في ناس كثيرين عفيفين النفس يسموهم، مشاهدي الكرام، احنا في الحديدة هنا وعفيفين الناس ما يتكلموش، لكن الجيراننا في الحديدة طيبين. انتوا بتشوفوا كيف متجمعين هنا، ما نجي نسأل في حارة الا يخرجوا الجيران كلهم يدلوا عليهم، دليل الطيبة اللي بتحصل. نحاول احنا في قدر الامكان، طبعا احنا باي بيت بندخله او اي موقع يتم رشه بهذه المطهرات اللي بتشوفوها انتم، نوع من تطهير المنزل، وعشان الكورونا اللي كل العالم يعرفوا انها موجودة، لكن ربنا حمانا في اليمن وان شاء الله يحمينا على طول. هذا هو المنزل. احنا ندق الباب. ندق الباب. السلام عليكم. كيف حالك؟ كيف انت؟ كيف صحتك؟ تفضل هنا. اسمك الكريم؟ عبدو سعيد. ام عبدو، كيف حالك؟ كل سنة وطيب، شهر كريم علينا وعليك. طيب ان شاء الله على الجميع. احنا سألنا عليك، قالوا اسرة تستحق المساعدة، الجيران كلهم يعني، وانتم ان شاء الله نشوف. اذن لنا ندخل نصور عندك عمي عبدو. اذن لنا ندخل نصور. تعال يا عم عبدو، تعال. السلام عليكم. كيف حالك؟ بخير ما شاء الله. وكيف بدي امه؟ هذه اسرتك؟ ما شاء الله ما شاء الله. وهذا العيال ايش حكايه النظارات هذه؟ عندهم مرض في العين اليسرى. ايوه. كسل في العين. كسل. ايوه. هذه البنت الكبيره طبعا. هذه بعد عمرها 6 سنين. ايوه. كان في معها نظاره، بعدين الان قالوا الدكاتره خلاص ما تنفعش النظاره لان العين تتوسع اكبر. ايوه. شويه تتوسع حتى تشوف كيف حمراء. ايوه ايوه. الف لا باس، الف لا باس. والصغار هذول؟ لا، كسل بدايه. كله نفس. يتعبك هذا النظر بالمذاكره؟ ما اشوفه بهاش. ها، وايش العلاج؟ قالوا ما تنفعنيش النظاره، احتاج لي عمليه. كم تكاليف العمليه؟ قبل 6 سنين كان 300 سلفناها ورحنا لصالح. اسم العمليه هي؟ اسمه شد عصب مع اسمه يعني الجفون. الشبكه مع الجفون. مع الجفون. شد الشبكه. شد العين تبرز كل ما تتعب. ايوه تخرج. صح. أيوة صح. كل ما تتعب تخرج لبرا. ما الالف لا باس، الف لا باس عليك يا بنتي، ان شاء الله خير. التليفون امامكم على الشاشه مشاهدي الكرام، اي مساعده من فاعل خير او فاعله خير يدوها لنا، احنا ناخذ رقم عمي عبده ونتواصل معهم ان شاء الله. وبالنسبه للمستشفى المغربي بنتواصل معهم قريب، وإن شاء الله في خلال شهر رمضان يكونوا قد عملنا لهم حل في موضوع البنت هذه الطيبة اللي مسكينة قادمة على ثانوية عامة، وهذا وحكاية المرض هذه ممكن يأثر عليها وعلى مستواها التعليمي. أنا ظروفي صعبة طبعاً، زي مش رواتب ولا شيء، ولا ظروف أنا صعبة، ما عنداش القوت اليومي. بالله عليك. والله أنا طبعاً مريض، عندي مرض مزمن. إيش أنا أبوهم؟ عندي القلب وعندي الضغط. حقك. أيوة. الله يشفيك، الله يشفيك. هذا تقرير تضخم في عضلة القلب. إذا قضوا النداء مزمن لازم ياخذ علاجه بعض الحين نجلس شهر ادوية. استخدم علاجات مدى الحياة. إذا قدوا النداء الإنساني مشاهدي الكرام، الأسرة هذه زي ما شفتم يعني ناس يعني عفيفين، ناس ما بيشحتوش ما بيطلبوش، يحتاجوا لمساعدتكم الكريمة من فاعلي فاعلة الخير داخل اليمن وخارجها. أنا قلت النداء والتليفونات أصبحت معروفة لكم، أي حاجة حتجي للأسرة هذه أو غيرها سيتم إيصالها لهم. البرنامج بيقدم واحدة من السلال الغذائية احنا بنشوفها وتوابعها، يتفضلوا الإخوان. معكم سلة غذائية هنا مقدمة من سبأ فون. سبأ فون، يدا بيد.
وهذا ظرف فيه من سبق فوني بيد في 50,000 ريال تخليها معك إن شاء الله تساعدكم في المصاريف والحاجات هذه. تمامين معه؟ أشوفكم إن شاء الله مشاهدي الكرام في فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحسان. شاهد الكرام، واحدة من الحالات اللي بندخلها هنا في هذه الحارة، يعني في ناس كثير بيدلونا على الخير. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ نوري. نوري، قالوا لنا في الحارة هذه في واحد مسكين، ايش فيه؟ مرض الفشل. فشل؟ فشل كلوي. طيب روينا وينه؟ اينه بيته؟ بعض الحارات الشعبية موجودة هنا مشاهدي الكرام، بندخل للقصة ولكل قصة حكاية. في الحارة هذه احنا بنشوفها الآن ونتعرف معاكم عن قرب لهذه الحالة، حالة واحد من المستحقين للمساعدة. اين البيت؟ مشاهدي الكرام، احنا بنشوف واحدة من القصص في هذا المنزل. هو رجل انتم قد شفتوه، احنا دلنا هذا الولد الصغير والحاره كلها جاءت الى هذا المنزل. نشوف، ندق الباب. السلام عليكم، كيف حالك؟ تفضل، كيف صحتك؟ في هنا واحد قالوا مريض تعبان. عندي عندي فشل كلوي. وانت ايش اسمك؟ نجيب معوض الصلو. نجيب، حياك الله. ممكن نستاذنك ندخل نصور؟ اذن لنا نجيب بالتصوير في منزله. يتفضلوا معنا مشاهدينا الكرام، نتعرف. هذا اهلك صح؟ منهم؟ كيف حالك يا حاج؟ كيف انت تقدر تقوم؟ قوم. ما شاء الله. وهذا الصغير اولادك؟ اخواتي. وكم منكم انتم الاسره؟ 12. ما شاء الله. وانت ايش في بك؟ احكي لي قصتك. عندي فشل كلوي. من متى؟ لي سنتين عن الفشل الكلوي. الحين ايش تاخذ؟ علاج؟ غسيل، واخذ علاج، اخذ بالشهر علاج ب 30,000، بس ما فيش امكانيه ان انا عندي فلوس اخذ العلاج هذا ولا ما في. وبعده؟ والله ولا اقدر يعني اشتغل اوفر لي حق علاج. ما عاد شغلك انت؟ تشتغل ما اشتغل، ما اقدر. ما تعبت؟ تعبت. من متى قالك الفشل هذا؟ والله من قبل سنتين. الله يشفيك. يعني جلسات ما شاء الله الجهال هذا حلا الصغيرين هذا، كيف يا حاج؟ كم منهم؟ منهم 4. والاسره كم؟ 12 منهم. انتم من ايش المنطقه؟ تعز الصل. صل. كم لكم هنا بصنعاء؟ 3 سنين. وانت الفشل قال لك من سنتين. الله يشفيك يا نجيب. الواقع انه المنطقه عندك هنا في الحاره ما سئلنا عليك، مجرد ان احنا سئلنا اسره فقيره، اسره مسكينه وتستوي مساعده، كلهم دلونا عليك. انا برنامجي فقط ورساله صغيره بيقدم مساعدات للناس، شركات رائعه بتقدم مثل هذه المساعدات. انا برويكم سويد، احنا بنشوف واحده من شركات الصرافه الرائده في اليمن قدمت لك هذه السله الغذائيه. سويد مال يعني حوالات مالية، اسم الثقة من سويد. احنا بنشوف هذه السلة الغذائية ان شاء الله ساعدكم رمضان واكثر من رمضان. في عشان المساعدة المالية ايضا سويد بيقدم لك 50,000 ريال، يعني حتساعدك ان شاء الله. احنا ما شقوش حاجة، انما ايجارات وكذا. اما بالنسبة لصحتك وخليها معك لحالتك الانسانية، هو نداء انساني مشاهدي الكرام انا اقدمه لكم على الشاشة الان. بتشوفوا تلفون البرنامج بيظهر للمساعدات. هذه الاسرة وهذا صديقنا نجيب محتاج كل جلسة 30,000 ريال، يعني أسبوعيا ولا كيف؟ سبت ثلاث. سبت وثلوث، كل أسبوع جلستين، يعني ما يقدرش. للي يحب فاعلي وفاعلة الخير يساعدوه. كل سنة وانتم طيبين وميزان حسناتكم إن شاء الله. أستودعك أنا يا نجيب، ربنا معك. كل سنة وانتم طيبين يا حاج. شكرا لكم. إذا مشاهدي الكرام أشوفكم إن شاء الله في فقرة ثانية على خير. لكم مني أطيب التحيات وأرق البنى. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحسان.
معنا واحدة من الحائط. اسمك ايش امه؟ وردة. انت وردة انت؟ آه. مش ام وردة، بيقولوا لنا وردة. وانت وردة فعلا. كم عمرك يا ام ويا وردة؟ بعد عمري 100. كم يعني؟ انا داري تقريبا والله يكون 100 و80. انا داري كم. الله يديك العافية. الله يبارك فيك. امين يديك الصحة. الله يسلمكم. وانت امين يا ام تسلمي. ربي يجمعكم. انا وينو بيتك؟ وينو؟ ودي أنا هني غرفة مع المتجر. ووين معك عيال؟ معك كذا؟ ما معي عيال، معي الله وانتم. الله يجزيك العافية. طيب في مبلغ مالي أهل الخير بيقدموه 20,000 ريال، تخلي أساعدك إن شاء الله مصاري. تمام أساعدك إن شاء الله. أيوة. خليها معك. آمين. مع السلامة يا حبيبي وردة. بارك الله. لا تنساني. آمين آمين. لباقي يدها. آمين. تسلمي. الله يجزيك العافية. أي أمور قلبك أي تغفل. آمين آمين. يوم أهل الخير وعلى الطريق فقرتين بيقدموا ناس ما بيحبوش يقولوا أساميهم للناس، نساعد الناس على الطريق. أشوفكم فقرة ثانية على خير إن شاء الله. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الفقرة، فقرة إنسانية في واحد من الأحياء الشعبية هنا في الحديدة، إنها غليل منطقة شعبية، وبتلاحظوا أنه بيستهدفوا بعض المنازل اللي فيها ناس تستحق المساعدة. إحنا بندق الباب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كل سنة طيب. اسمك إيش؟ هيثم. هيثم عبدو. عبدو حياكم الله، اسمحوا لنا نصور عندكم؟ تفضل. إذن أذن لنا عبدو أخوه بالدخول إلى منزله ونصور هنا. أخذكم مشاهدي الكرام إلى هذا المنزل. تفضل يا عبدو. تفضل. هذا البيت حقكم هناك، الأسرة كاملة هنا صح؟ كيف حالك؟ الحمد لله. عبدو عرفنا أول بأسرتك، أسرتكم. أيوة. حياكم الله. ما شاء الله البنت الصغيرة الحلوة هذه. أيوة. حياك الله. والإخوان الصغير هذا وهذه؟ هذا أمي. الوالدة. نعم. ايش في ذي شمي؟ تعبانة ما عندها شيء. الله يدي لك العافية. طيب والوالدة؟ زوجتك. انتو كم اللي في البيت هنا؟ نحن 3 اخوان. و ومرتي ومرتي. ساكنين بالبيت هذا؟ انتمنا. طيب. اقصد يعني بيت بسيط، هذا مطبخ وحمام هنا. ايوه ايوه. يعني بيت متواضع زي ما بتشوفوا مشاهدينا الكرام، السقف يعني مرمم. كيف تعملوا بالمطار لما يجي لكم الحاجه؟ الحمد لله. مستاجرين له ولا بيتكم؟ لا بيت ملك. بيتكم ملك. الوالده ايش في بك امه؟ معلش ايش في بك؟ تعبانه. ملك. ايه سلامتك. الف لا باس عليك. ديمي وقعني. من متى؟ بعد تعالجت. ما قدرتش قد ما تعالج. ما فيش فايده يعني؟ العلاج ما جابش نتيجه. الله يشفيك يما. معلش ما حيتش تعالج. ما حيتش. معلش ربنا معك. ربنا الله يهب لك العافيه. وايش شغلكم انتم؟ موتورات. اذا معظمهم بيشتغلوا وسيله شعبيه طبعا، انه بيكسبوا رزقهم من هذا العمل، والحديده معروفه. انتم عددكم كبير، يعني كيف عملتم رمضان؟ مصاريف. الحمد لله كل يوم له رزقه، كل يوم يتقر الله برزقه. اللهم لك الحمد. اما كيف؟ كيف رمضان؟ كلهم كذا ترزم مالك ذم مالك ذم. يعني تمشوا حالكم. مشي حالكم. الله يهب لكم العافيه. معليش انتم رائعين بالحديده، رائعين وبتدوا لنا صور جميله كيف كفاح الانسان، كيف انتم مكافحين وتكسبوا رزقكم من عرق جبينكم زي ما يقولوا. وبرمضان احنا بنحاول بقدر الامكان احنا نساعد البرنامج تراحموا، وانا استهدف الحديده بالذات انه ناس طيبين ورائعين. ما شاء الله الصغيره ايش اسمها هذه؟ نهال. ما شاء الله اسم جميل. طيب عشان نهالاني ايش فعلتم انتم رمضان؟ جبتم مقاضي؟ اشتريتم حاجات؟ والله الحمد لله ولا شيء. عادوا ما فيش. ما فيش حاجه يعني؟ لا ما فيش. البرنامج بيقدم سله غذائيه احنا بنشوفها الان. بيقدم سله غذائيه مقدمه من النجم للحوالات الماليه شبكه كل اليمنيين. النجم ايضا بيقدم
مبلغ مالي عشان يكفيكم إن شاء الله مصاريف وتصلح السيكل حقك اللي قلت عليه 50,000 ريال تخليها وتساعد الوالدة في بها بالمصاريف. خذي أمه تمام الله يدي لك العافية. إذن بهذا القدر مشاهدي آمين سلاموا كل سنة وأنتم طيبين وشهر كريم علينا وعليكم. بهذا القدر مشاهدي الكرام نأتي إلى ختام هذه الفقرة، أشوفكم فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. مشاهدي الكرام واحدة من الفقرات اللي احنا بنصورها في هذه المنطقة مناطق شعبية زي ما بتشوفوا، واحد من البيوت اللي يعني دلونا أهل الخير عليها هو هذا البيت. احنا بنشوف انتم بتشوفوا الحارة هنا، يعني كل الناس اليمنيين بيحبوا فعل الخير. سألنا كلهم دلونا على هذا البيت، طبعا معظمهم موجودين هنا وبنصور هذا. احنا ندق الباب ونشوف هذا كيف حالك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الله بنعمل الحمد. الف لا باس عليك. الحمد لله. ايش احنا نستاذن ندخل نصور عندك؟ ان شاء الله. اذن لنا اسمك الكريم؟ عبد الله علي. عمي عبد الله اذن لنا نصور عنده في المنزل ونصور هنا، تفضل يا عم عبد الله تعال معي. ايش سلامتك انت؟ الله يسلمك والله معنا مرض. انت ايش فيك هكذا؟ انا مريض من الله، انا سبحان الله تعالى. من الله من خلقك؟ لا انا ابن 12 سنة و 13 سنة. تغير الجلد. تغير الجسم والحمد لله، لو حسك الشمس قوي التهب الضايق صح. انت اللي يقولوا عدو الشمس. نعم على قولك. احنا نجلسك في شمس. الله يشفيك الله يشفيك. نشوف واولادك كم الاسره حقك؟ ما هي معنا ثمانيه. ثمانيه ما اللي موجودين؟ لا انا كيف حالكم؟ كل سنه وانتم طيبات. كل سنه وانتم طيبه يا امه. الف لا باس عليك. ايش في بيك؟ انا عندي القلب والسكر والضغط الحين عمليه. هذه عمليه قرروها لنا العمليه الحين ما بش معنا. مو ايش من عمليه؟ عمليه الرحم، نزع الرحم لها. الله يشفيها. الله الله يشفيك ان شاء الله. عمليه بسيطه يا ما هي بسيطه لكن ما بش معانا والله. كم تكلف العمليه؟ تكلف 150 300 يعني. ايوه يعني. وانت ايش تشتغل اصلا؟ عامل. عامل ايش؟ أيوة. على باب الله يعني. عامل هنا انا زوجك عامل عملها عام عليك. ويد مكسور ما اشتغل له بيد هكذا اذا مكسوره. ايوه ها. حالتي حاله لا اعلم بالله. الله يدي لك بس باجاباتي وكل شيء ماشي باتي حاله. الله يدي لك. ها كم مستاجر؟ 15. الله يدي لك الصحه والعافيه ان شاء الله. وانت الله يخارجك ويشفيك بمرضك ان شاء الله. برمضان ايش فعلتم؟ جهزتم حاجات مصاريف؟ ليش؟ لأنه ما فيش معنا زلط. ما في زلط. وأبيك يا رحمة هذا على باب الله. على باب الله. الله يدي لك العافية. عموما أكلمك البرنامج بيقدم يا بنات للحقة بيقدم سلة غذائية موجودة هنا من مؤسسة المعافى للمقاولات والاستثمار العقاري. هذه سلة غذائية فيها مجموعة حاجات أنتوا لو تشوفوها. أنا عشان مساعدة للحجة مؤسسة المعافى الرائعين هذولا للمقاولات والاستثمار العقاري قدموا 50,000 ريال تخليها معك جزء من العمليات. تمام إن شاء الله تنفعيك. عاد كم قلتم؟ اشتري مبلغ كبير. مبلغ كبير لكن شاء الله يعين الله. مشاهدين الكرام هذا نداء إنساني لعمي عبد الله وزوجته المريضة اللي محتاجة عملية في حدود 200-300 ألف. التليفون الآن بيمر أمامكم على الشاشة، تشوفوا إذا احتجتم فاعلين خير وفاعلات خير تقدموا مساعدة لهذه الأسرة الطيبة ادوها وإحنا هنأخذ تلفونهم ونتواصل معهم بإذن الله. آمين يا أمه. تسلموا لكم مني في الأخير أطيب التحيات وأرق المنى وأشوفكم فقرة ثانية على خير. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. Oh.
مشاهدينا الكرام، واحدة من الفقرات اللي احنا بنصورها في البرنامج فقرة على الطريق. على الطريق بقابل ناس لا فيها زيارة البيوت ولا فيها حاجة، أهل الخير بيحبوا يقدموا مبالغ نقدية بنقدمها لهم. السلام عليكم، كيف حالك يا أمة؟ كيف أنت؟ اسمك أم مين؟ أنا أم محمد. أم محمد كم معي جوال؟ معي ما شاء الله بنات، ست بنات وفينا أولاد. كم؟ ست بنات وفينا أولاد ما شاء الله، الله يديلك العافية أنت وهم. إيش في بيك؟ أنا أشوف معك معك حاجات كذا بالجيب هذه. هذا إسبرين، إسبرين هذا. أيوة حق القلب، هذا واقع حق القلب وما صار شيء. يعني مجموعة علاجات هذا. أيوة حق القلب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. من متى له المرض هذا؟ هذا له 15 سنة. 15 سنة بتتعايشي معه وكذا؟ أيوة. الله يهديك العافية يا أمه، معلش ربنا يكون معك. في في شركة عبر الأقطار تاتكو، عبر الأقطار العربية تاتكو، قدمت 20,000 ريال في الفقرة هذه على الطريق، خليها معك تساعدك إن شاء الله في العلاجات ورمضان. تمام، يلا آمين آمين. كل سنة وأنت طيبة. الله يعطيك العافية، أنت طيبة نحن وإياك. آمين. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الفقرة. نحن هنا في واحد من الأحياء في الحديدة نصور هذه الفقرة، وصلنا إلى هذا المنزل. حياك الله يا حاج، كل سنة وطيب، شهر كريم علينا وعليك. علينا وعليك. اسمك الكريم؟ عبد أحمد إبراهيم. عمي عبدو، تسمح لنا ندخل نصور عندك؟ أذن لنا عمي عبدو ندخل بالتصوير في منزله هذا، منزل شعبي متواضع. هذا منزلك ندخله، أذن لنا عمي عبدو من الباب الخارجي واحنا بنشوف. ما شاء الله، هذا هذه الغرفه الرئيسيه باين. ايوه كويس. أب كم انتم ما شاء الله عددكم كبير يعني؟ هذه من هذه وحده من كاننا بالماكينه هذه البين بنت. كيف حالك انت؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ تغريد. تغريد يا حيابك. يعني مفصله تفصلي الثياب؟ ايوه تفصلي الثياب. ايوه كويس ما شاء الله. نعم على النهي. الله يديرها العافية وتشفي يعني على البيت. هي بعد الله سبحانه. يعني. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. هذا التربية، التربية الكويسة تدي ثمار هكذا. أيوة. ثمار ثمار. وتتعلم هي؟ متعلمة يعني؟ درست؟ والله هواية. ها هاوي هاوي أنت. أنا هواية درست. يعني تفصلي إيش ملابس؟ فساتين، أي حاجة، رواب، دروع، أي شيء. ها للنساء. أيوة. جميل. جميل. منو اللي اشترى لك هذه الماكينة؟ والله اخذتها بالتقسيط، عدين حد انا قصد قيمته. كم باقي لك بالقسط؟ عدين دفعت 20 بالبداية. وكم قيمته هي؟ هي طالعة لي 100 مع التقسيط مع الاقساط يعني. يعني مع باقي الارباح. باقي لك 80,000. ايوه. ربنا يعينك يا بنتي. كويس يعني الايراد كويس لها؟ الحمد لله كذا وكذا. يعني اقصد للبيت المصاريف كذا؟ قدم ما دخلتها كلها راحت مصاريف. الحمد لله ويكفي هذا. تعال نشوف الوالده نموذج اخر من النساء. تفضل يمه. وما شاء الله كم معك جهالتي؟ هذه لم تقول منهم يا البنات يتامى عندي مربين. ها وفيهم بنات يعني وقد ما هي بنت برضه من ازواجها ما لهاش. يبغى قلت؟ ايش السقف؟ قطرامي السقف قلت لي السقف. اوه شفت الوش حق اليوم الصباح داخل البنت لما هكا يلقوا مش حق الناس تخيط لهم. عند السقف لو قام مطر علق مش ملابس الناس كلها. اوه يعني عمليك عمليك ينتهي صح؟ ايوه لو قام مطر كل شيء عندي يتبهدل. انا شو حقة الناس هذا عندك في الاكياس انت بتخيطي للناس؟ صحيح هناك حاجة الناس. صحيح حاجة قد هربت هناك من المكتب. معك معك زي زي المكتب هناك انت عامله دولاب مسكتي مغطيه له. ابعدهم هناك من المطر لو جاء مطر لو شيء ما فيش غير ذاك المكان بس اللي ما يجيش المطر. بالنسبه لرمضان ايش سويت؟ المصاريف المقاضي يا حقه كيف سويتهم؟ دبرتم حاجه؟ اشتريتم؟ حتى الان ما فيش معنا ولا حاجه لكن الله شديد ان شاء الله. طيب البرنامج تراحموا بيقدم هذه اول حاجه نحل الموضوع. هذه سله غذائيه من ام تي ان، شركه ام تي ان الرائدة في مجال الاتصالات في الشرق الأوسط وأفريقيا، قدمت سلة غذائية أنت بتشوفيها ومعها قطمة سكر وقطمة رز وكيس دقيق. طيب يا تغريد أنا بأجيب لك موضوع 50,000 ريال مقدمة
من فاعل خير أبو العساف، خليها معاك تدفعي قسط الماكينة. تمام، هذه تدفعي عشان تخلصي منه. شبقي لك 80 قلتي لي، باقي 30,000، وهذه أيضا 50,000 ريال ثانية تشلي منها 30 فوق التغريد الماكينة هذه، والباقي مصاريف. تمام، كويس. آمين أمه، وأنت الله يديلك. آمين، وأنت يهب لك العافية والصحة والسلامة إن شاء الله. إذا مشاهدي الكرام، بقي حاجة واحدة، السقف. السقف شفتوا على مشكلة قالوها. أنا التليفون البرنامج الآن بيمر أمامكم على الشاشة، اللي يحب من فاعلين فاعلة خير يقدم مساعدة نبني لهم السقف هذا، احنا بنرفع التكلفة وبنخلي رجل يعني مختص مقاول يجي يشوف ويقول لنا كم التكلفة، وأنتم ارسلوا مساعداتكم على هذه التليفونات واحنا نأخذ تليفونهم إن شاء الله ونوصل لكم المساعدة وتعملوا السقف. تمام يا أمه؟ تمام يا حق، تمام. الله يديلكم العافيه. اذا مشاهدك امين يا ام امين، كل سنه وانت كل سنه طيبين ان شاء الله، اولادك ورب يرزقك ويفتح عليك. امين امين، ويجعل لك بكل خطوه سلام. امين يا ام، تسلمي كل امين. الله يحب لك العافيه. اذا مشاهدك الكرام، اكتفي بهذا القدر في هذه الفقره، ونشوفكم فقره ثانيه على خير. ويظل الامل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الامل موجود قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب هذا القدر. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ترحموا، أرجو أن تكونوا قضيتم وقتا كله رحمة مع هذه الفقرات اللي شاهدناها، وأيضا مع الفقرات اللي بنشاهدها في الحلقة القادمة. لكم مني في الأخير أطيب التحيات وأرق المنى، وفي ختام كل حلقة نبقى مع دعاء يقول الدعاء: اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ربي اشرح صدورنا ويسر أمورنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تغير علينا إلا بما هو خير لنا، ولا تقرب لنا إلا ما ينفعنا، وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، ويظل الأمل موجود يسكن قلوب الناس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالتكافل والتراحم والحب والإحساس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد باني شوف كف العطان براس، بالخير والمعروف والعطف والإحساس، أكيد باني شوف كف العطان براس.